السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في القناه. كنتمنى ان شاء الله تكونوا في صحه جيده وتكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا الفيديو. واليوم ان شاء الله وصفتنا عباره على بيتزا بحال هكا اللي كتكون صغيره اللي غادي نخزنوها بحال هكا لرمضان. وتابعوا معايا الفيديو حتى الاخير، ولعجبكم الفيديو ما تنساوش تشاركوا في القناه وتضغطوا على الجرس باش دائما ان شاء الله توصلوا بالجديد. بسم الله، انا عندي هنايا واحد الاناء اللي غادي ندير فيه 4 ديال الكيسان ديال المدافي. كندير 4 ديال الكؤوس ويساوي كاس ديال العنبه. حنا غادي نديروها بدون بيض. وكندير الخميره لان عندي الكميه، درت معلقه ونص ديال الخميره، الكميه عندي شويه كثيره. واحد المعلقه ونص ديال السكر سنيده، عندي المعلقه شويه صغيره. وكنحرك كنخلط هكا الخميره مع الماء حتى كتفاعل شويه. كنجيب هنايا الدقيق الفينو، كندير واحد جوج كيسان ديال الدقيق الفينو وغادي نحرك. كنخلط مزيان، كنجيب واحد الكميه ديال الزعتر، واحد المعلقه كبيره ديال الزعتر اللي كتكون منقيه، وتنحكها. هنا راه درت نص كاس ديال الزيت البلديه او زيت الزيتون. انا تحدث لي الفيديو ضروري ما ديروا نص كاس ديال زيت الزيتون، لان هنا ما درتش الحليب ما درتش البيض. وكنخلط مزيان حتى كيتفاعل لينا هكا الدقيق مع الماء ومع الخميره. باش كنخلطوه مزيان وغادي نغطي عليها وكنخليها واحد 5 دقائق حتى كترتاح وكتفاعل لينا الخميره. من بعد غادي نحل عليها وغادي نزيد الدقيق. هنا كنزيد الدقيق الابيض، كندير الكاس الاول وكنزيد الكاس الثاني، كندير الكاس الثالث، وكندير الكاس الرابع. كيف ما قلت لكم عندي الكميه شويه كثيره. كندير الملح حسب الذوق وتنخلط. هنا درت جوج كيسان ديال الدقيق الفينو وربعة الكيسان ديال الدقيق الابيض، وغادي نشوفوا شحال غادي تهز لينا. نستمر عليها بحال هكا حتى كنخلط هكا بالسباتولا. هذا باش غادي ندير يدي. كنزيد واحد الكاس ديال الدقيق، وغادي نعمر هنايا حدايا الكاس السادس. هنا درت 5 الكيسان وغادي ندير يدي وكنبدا نجمع. ضروري ما كنجمعها بحال هكا لان غادي نخليوها شويه مرخوفه، ما غاديش نديروها قاصحه. غادي نزيد شويه ديال الدقيق، غادي نزيد نص كاس ديال الدقيق. بعد ما كنجمعوا العجينه راه حنا كنديروا ضروري ما كنديروا شويه شويه. هنا بعد ما جمعت العجينه غادي نغطيها وغادي نخليها تختمر واحد ساعة المكانه حتى كتختمر لينا مزيان وكيضاعف الحجم ديالها. والعجينه ديالنا هنا راه مرخوفه، نتوما شفتوا معايا راه مرخوفه. غادي نحطوا العجينه ديالنا وخامره. صافي غادي نستعن بالدقيق وغادي نجمعها. هنا كتبدا تلتصق لينا شويه لان كيف ما قلت لكم راها مرخوفه. الا بغيتوها تجي زوينه راه كترخفوها بحال هكا كتجي رائعه
وكتجي خفيفه ومهويه من الوسط صافي. وكنزيد بحال هكا، كنستعن بالدقيق وكنجمع حتى كنجمعها بحال هكا، وغادي نقطعها. غادي نقطع هنا كويرات ضروري، ما كنستعنوا بالدقيق، كنقطع هكا كويرات وكندير هكا عيني ميزاني وكنديرهم قادين صافي. كنكورهم وكنحطهم على جنب كنزيدو نقادو تنجمعهم، وما تنقويش الدقيق بزاف باش ما تيجيوناش هكا وجههم شاحب من الفوق، ضروري ما كندهنو شويه صافي. بعد ما كان هكا كنلولبهم غادي نجيب اللاطه وكنبدا نقرصهم هكا، كنخلي الجوانب هكا طالعين والوسط ديالها كنقرصها حتى كتولي رقيقه، وكندهن يدي بشويه ديال الزيت باش ما تلصقش لينا. استمر على بحال هكا، كنقاد الجوانب وكنخلي هاد الجوانب هكا طالعين كندور بحال هكا، وكنقرص كنزيد نطلقها. الا بغيت نديرها رقيقه كاع على هذه كنزيد ونديروها رقيقه، وكنبدا نقرص الثانيه كنزيدو نرقوها. هي راها خامره، دابا غادي نصيبوها وندخلوها الفران، ما كنزيدوش نخليوها تختامر. الجوانب كيجيو مهوين من الوسط صافي. كنجيب واحد الفرشيط وكنثقبها بحال هكا، كنديرها الثقب بالشوكه او بالفرشيط وكندخلها مباشره للفران. كنستمر عليه حتى كنكملها بحال هكا وكندخلها للفران. كنزيد نصوب ثالثه بحال هكا، كنستمر عليهم بحال هكا حتى كنصيبهم كاملين. هذه درتها شويه رقيقه، غادي نوريكم بحال هكا الا بغيتوها رقيقه، راه كتجي رقيقه كتجي احسن ما كتكون غليظه. وما كندهنش يدي بالزيت بزاف، كندير شويه في صباعي في الاطراف ديال الاصابع باش ما كتلصصقش ليا في صباعي. غادي نثقبها هكا بالفرشيط صافي، وكندخل من الفران. كيتصهدوا شويه ما كنخليوهاش كطيب، يعني غير كتنشف وكتشد راسها كطيب نص طيبه صافي، وكنخرجوها. هنا كنديروها في الوسط ديال الفران بحال هكا، ما كنخدموش على الفرفاره، كنخدموها بحال هكا بعد ما كطيب واحد 10 دقائق وكنخرجوها. نتوما شفتوا معايا كتكون طيبه وكتكون خفيفه ومهويه، كنحتفظوا بها بحال هكا لان طيبه نص طيبه. كنديروها في كيس بلاستيكي، كنديروها في البلاستيك الغذائي وكنلويو عليها مزيان حتى كنجمعوها بحال هكا اللي بغينا نحتفظوا بهم. كنزيد الوليه الثانيه، كنجمع الجوانب ونغطيها، وعاد باش كنديروها في كيس بلاستيكي اللي كيكون كبير كنجمعوهم وما تنحطو عليهم حتى حاجه.